حقيقة انت فاجئتنا يا فتح الله، وانا لحد دلوقتي مش فاهم ازاي فريق طولان يعمل كده، ازاي يدعيك للاجتماع ويكشف سر الجماعة بالسهولة دي. تقدر تقول لي انت خبيت علي حاجة زي دي ليه؟ من امتى بنخبي اسرارنا عن بعض؟ ما هو لو السر يخصنا انا لوحدي مش هخبي، بس دي مسألة هتخص ناس كتير غيري. سيبك من الجماعة والسياسة والكلام ده، قول انت مالك، قلب عليا ليه؟ لو انا هقلب عليك ليه؟ وانت عملت لي حاجه؟ انت معبي والله ما نعرف اقول لك يا ابو اسماعيل ولا ابو مصطفى. قول اللي يرد عليك يا ابن الشيخ يونس. انا مش معبي منك عمدي، انا اتصدمت فيك. ايوه، اللي حصل في الزاويه ده كانت حاجه فوق الخيال، حاجه كده فيها ظلم وفترة عمرهم ما كانوا من خسر فتح الله. ايوه بس من خسر العمده، خصوصا لو كان عمده بيأسس لنظام وسلطة وهي بتحكم، شايلهم مسؤولية في رقبته. بس تصدقني لو قلت لك ان فتح الله اتصدم، اتصدم في العمدة شرب مرر اللي حصل. ممكن اصدق فتح الله بس مش هبلعها ابدا للعمدة. انت قادر تفصل بين الاثنين، لكن انا مزنوق، مزنوق بين الاثنين، كل واحد بيشدني من ناحية، وفي الاخر الاثنين هيتمسحوا سوا. عشان انت بقيت خمرجي يا فتح الله. بتقول ايه؟ صبت في مخك ولا ايه؟ خمرتك حاجة تانية يا عمد. يا سيدنا يا سيدنا، هما مش بيقولوا لك كده برضو؟ يا سيدنا خمرتك هي السلطة، كرسي العمودية، الدوار، بيت العدة، والغفرة اللي محاوطينك، السلطة اللي أول ما شربت من خمرتها سكرتك وما قدرتش تسلاها، قدرت على أعدائك وما قدرتش على نفسك يا فتح الله. سمعني، سمعني الكلام الحلو بتاع المتسكفين اللي زيك وزيها بكري وعلوي والخواجك عيلة اللي كلهم ضاعتهم الكلام وبس، بس فاتكم تعرفوا ان بضاعتكم دي بايرة ومرمية، مرمية جنب الحيط. طالع الحسيني مش هيوطي عشان يجيب بضاعة بايرة ملهاش لازمة. أنا شايل مسؤولية بلد وناس وأرض، ما أقدرش أدي ودني للي زيكم عشان يبقى كل همي اللعب بالكلام وتضييع وقتي في نكنكة الفراخ. أنت ما حدش طلب منك تبقى زينا، لأنك ما تقدرش. وأنا مش بتكلم عن مسؤولية العمودية، أنا بتكلم عن الضمير. الضمير اللي فتح الله الحسيني عاش بيه طول عمره لحد ما شرب من خمرة السلطة. ضمير ضمير كان فين ضميرك يا أبو ضمير؟ تقدر تقول لي ضميرك كان فين؟ لما حاولت شغل المطبعة اللاني مشاركك فيها عن غرضها الأصلي، خليتها تطبع بس المنشورات اللي بكتبها عبد السلام درويش اللي بيبعتها لكم من المحروسة، لولا الخواجك حيلة اللي بيسد عجز المطبعة كان زمانها فلست من زمان وبعد خورتك. انت عرفت الكلام ده منين يا فتح الله؟ انا مش نايم على وداني يا ابو الشام، مشاغلي ما بتخلينيش اسعى عمالي ومصالحي. لا يا عمدي انت كده بتخونني وما ننفعش نبقى شركاء، احنا نتحاسب ونفض. يعني ما بخونكش، مش وقت الكلام ده، بعدين نبقى نكمل كلامنا. دلوقتي خليني اروح اطمن على ابويا الشيخ يونس. تحت امرك يا عمدي.